اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلد الرجلية الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاته زي دي يا راجل؟ كاكرفت في مفصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. كاكرفت في مفصلك. روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. محاسن ايوه اهلا. الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي، بان عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هاجي لك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك وقتك. استحمى، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. متشكرين قوي قوي قوي. فريد، فريد بيه، فريد اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ مش حلو؟ حرام عليك، كده تبردي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا خايف عليك تجيلك نزلة برد ولا حاجة تنزلك اللوز. طيب اتفضل اتفضل. اشرب. لا أنا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. ما تقدرش تتصور أنا سعيدة بيك قد إيه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وأنت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلوة قوي اللحمة دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزة اقولك على حاجة مهمة قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيلة كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمة دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. انا
انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. تعب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله. متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد. ربنا كتر لنا من لحمكم. نظام كده دلوقتي كله تمليك. اذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا معرفش، بس تبقى كل حاجه بتاعتي، الارض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي، وبالمره ابني عشه فوق السطوح اربي فيها شويه فراخ بدل الفراخ بتاعتكم دي، وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيش ابو زرع بتاعكم دي. نظريه برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمره اجيبها لك جاهزه مفروشه بالسرعة دي. يا فريد بيه، بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة وبمنتهى السرعة. تفضل. ادي 5000 جنيه هم، مع اللي معاك يبقى 150000، انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امان. نسجل بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة. انا هوصل رسالة. اتفضل. تمام يا فندم؟ تمام. متشكر. متشكر. السلام عليكم. ألف جنيه عمولتهم 10%، يبقى أنا عايز 15000 جنيه دلوقتي. اتفضل. أيوة كده. أيوة كده. مش تبقى قريبة وحبيبي والسمسر عليا؟ لا سمسرة إيه؟ ده أنا كنت عاملها لعبة عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم أحسن من عينيهم. أنا بقول كده برضه. بقول لك إيه؟ نعم. ما تخلي طقم الشغالين والبواب زي ما هم. أيوة ونثبتهم. ما يبقوش ظهرات. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم يا لئيم انت.